اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف الترند العالمي وابرز الاحداث العالميه بشكل عام وابرز الامور اللي بتتعلق بمحترفينا كمان المصريين، ونبتدي بحساب ديلي ستار على تويتر واللي بيقول ان محمد صلاح وفيرجيل فان دايك شاركوا في تدريبات ليفربول واللي بتقام في النمسا استعدادا للموسم الجديد. اثنين لعيبه مهمين جدا، محمد صلاح طبعا ما حدش يقدر يختلف على قيمته واهميته بالنسبه لفريق ليفربول، رغم ان في بعض التقارير خلال الساعات السابقه بتربط بين محمد صلاح وريال مدريد. معرفش حقيقه التقارير دي ايه او معرفش مدى صحتها بنسبه كبيره، لكن ممكن يكون في تفكير للتعاقد مع محمد صلاح. هل هيبقى في موافقه اصلا من ليفربول ولا لا؟ ما اعتقدش. لكن في نفس الوقت اللاعب التالي اللي هو فيرجيل فان دايك اللي تعافى تماما من اصابه الرباط الصليبي اللي جات له مع بدايه الموسم الماضي، ولاعب مهم واضافه كبيره جدا، شفنا مدى تاثر ليفربول بغيابه، فالاثنين بيستعدوا من خلال معسكر النمسا للموسم الجديد. طيب خلينا كمان نروح لايه؟ نروح لحساب اي بي ال وورد على تويتر، واللي بيتكلم على ان ليفربول بيجهز عرضا قيمته 40 مليون يورو من اجل ضم ساول نجويز، طبعا لاعب خط وسط اتلتيكو مدريد، لاعب مميز جدا وعايز يعوض من خلاله يورجن كلوب رحيل فينالدوم لباريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع ليفربول، فبيدور على لعيب في المكان ده. فراؤول بصراحه من ضمن اللعيبه المميزه جدا، وبالمناسبه برده في تفكير في برشلونه للتعاقد مع نفس اللاعب ويبقى في صفقه تبادليه بين اتلتيكو وبرشلونه. تتمثل في ايه؟ ده مجرد تفكير لحد دلوقتي، تتمثل في ان جريزمان يرجع اتلتيكو مدريد وساول يروح لبرشلونه، فلسه الكلام كتير جدا في موضوع المفاوضات والتفكير والقرارات النهائيه بخصوص التعاقد مع بعض اللاعبين، وده امر مهم جدا. لكن كمان خلينا نروح للحساب الرسمي لأرسنال الإنجليزي على تويتر، واللي بيعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب تافاريز، طبعا النجم البرتغالي لاعب بنفيكا السابق ولاعب مهم جدا في خط دفاع الفريق، فبالتالي إضافة لأرتيتا المدير الفني الأسباني لأرسنال، وأيضا إضافة للفريق. مع أن أرسنال أنا حاسس أن هم برضه ما عندهمش مشروع طموح بخصوص تحقيق الألقاب زي ما كنا متعودين من أرسنال في بداية الألفية الحالية يعني، لكن هنشوف إيه اللي ممكن يحصل ومدى التطور اللي ممكن يظهر على فريق أرسنال الإنجليزي. طيب خلينا كمان نروح لحساب أز أرابيا على تويتر، واللي بيقول إن في اهتمام كبير من جانب إدارة مانشستر سيتي بالتعاقد مع أنتوان جريزمان. الكلام ليه على جريزمان كتير؟ لأنه بصراحة مش بيقدم نفس المستويات اللي كان بيقدمها في أتلتيكو أو حتى مع المنتخب الفرنسي مع برشلونة، مش بيظهر بنفس الجودة، فبالتالي الكلام دائم على رحيله. لو راح مانشستر سيتي أعتقد هيكون إضافة كبيرة جدا في إطار التعاقدات اللي بيبرمها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري.